برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، اختتم بصالة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بالصخيرة فعاليات النسخة الثانية من ملتقى جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزة تحت شعار لنصنع الابتكار، والتي نظمتها جامعة البحرين بالتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة لمشاريع التخرج للطلبة والطالبات، وذلك في جميع تخصصات كليتي الهندسة وتقنية المعلومات وبمشاركة 10 جامعات من مملكة البحرين، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وعدد من المؤسسات والشركات الوطنية. وقد شهد سموه اليوم الختامي بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والأكاديميين والدبلوماسيين. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة بما شاهده من إبداعات وابتكارات قدمها المشاركون، مؤكدا سموه أن الجائزة تأتي من منطلق حرصنا على استمرار هذه المبادرة العلمية الهادفة لترجمة توجيهات عاهل البلاد المفدى، وذلك للدفع ودعم الشباب البحريني من الجنسين نحو الإبداع والتميز العلمي. وقال سموه: سعيد جدا بالمشاركة الواسعة من قبل طلبة وطالبات تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات من مختلف جامعات المملكة الذين أثروا الملتقى بإبداعاتهم وابتكاراتهم المتميزة التي هي محل تقديرنا واعتزازنا، وإن الهدف الرئيسي من هذا الحدث العالمي هو إبراز الطاقات الإبداعية لدى الشباب البحريني من أجل تقديم المشاريع المتميزة بما يشجع على تعزيز البحث العلمي كوسيلة تدفع الشباب نحو استخدام تلك الطاقات لمواصلة الإبداع والابتكار الذي يخدم الارتقاء بمخرجات التعليم ويسهم في ظهور المزيد من المبدعين والمبتكرين، والذي يسهم أيضا بعطائهم الفكري والعلمي في الدفع نحو مستقبل تعليمي وعملي أفضل للمملكة. وأضاف سموه: إن البحرين حققت قفزات نوعية في القطاع التعليمي بالعهد الزاهر لسيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بفضل المشروع الإصلاحي لجلالته الذي عزز من الحركة التعليمية واعتبارها أساسا لنتاج حضاري متمثل بجيل من الشباب القادر على العطاء والارتقاء بمقومات النهضة الوطنية الذي كان له الأثر الواضح في ظهور الطاقات المبدعة التي أثرت هذا القطاع باختراعاتهم وابتكاراتهم والتي حازت على الجوائز العالمية. كما أشار سموه إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة برعاية ودعم القطاع التعليمي سيساهم في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي الذي يرتكز على الطاقات الشابة المبدعة في سبيل استمرار الديمومة التنموية في السوق المحلية، والذي يساهم في تحقيق الأهداف الشاملة لرؤية البحرين 2030 والتي تدفع بالشباب لتبوئ المناصب القيادية وتستثمر طاقاتهم على الشكل الذي يحقق الإصلاحات التنموية الشاملة ويسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني والذي ينعكس على بناء حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع البحريني الواحد. وأكد سموه أن إقامة ملتقى جائزة خالد بن حمد لمشاريع التخرج يأتي إيمانا بأهمية التعليم العالي في زيادة البحث العلمي، خصوصا وأن هذه البحوث ستكون أساسا لبناء مشاريع مستقبلية تكون في خدمة المملكة لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما أكد سموه أن الملتقى حقق نجاحات كبيرة وأن شباب البحرينية عودنا دائما على الإبداع والابتكار في شتى المجالات، مشيرا سموه إلى أن مشاريع التخرج المختلفة كانت ناجحة هذا العام. كما أوضح سموه أن شعار لنصنع الابتكار عكس قدرة الشباب البحريني التي ظهرت في الملتقى، منوها سموه بأعجابه الكبير بما عرض من مشروعات تعطي انطباعا بالإمكانات العلمية الكبيرة التي يتمتع بها الشباب البحريني. ولفت أيضا سموه إلى أهمية استثمار هذه المناسبات بأفضل صورة، خصوصا وأنها فعالية وطنية تعنى بالمواهب الطلابية. هذا وقام سمو الشيخ خالد بن حمد بتتويج الفائزين، وهم بالنسبة لجائزة المحكمين فازت بها مريم العوضي، وفي فئة تقنية المعلومات فاز بالمركز الأول يعقوب المرباطي والمركز الثاني حصة حمدان ودعاء مراد وحنين مراد، أما المركز الثالث لرحمة سعد الروعي. أما فئة الهندسة المركز الأول لأشرف حسن وعمر الديب، أما المركز الثاني لعائشة حمد الغتم، والمركز الثالث لأحمد الملاح.
بعدها قدم رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد بمناسبة رعاية سموه للملتقى. وفي الختام وجه سمو الشيخ خالد بن حمد الشكر والتقدير للرئيس وأعضاء اللجنة العليا ولجميع المتحدثين ومدراء الجلسات وجميع أعضاء اللجان العاملة على الجهود الكبيرة والتي بذلوها للإعداد والتنظيم لهذا الملتقى، متمنيا سموه التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في تقديم المزيد من المشاريع المستقبلية. هذا وقام سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بجولة تفقدية خلال الملتقى. اطلع سموه خلالها على المشاريع التي قدمها الطلبة واستمع منهم إلى شرح مفصل حول تلك المشاريع وأهدافها وكيفية الاستفادة في العديد من المجالات منها. وقد وجه سموه لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود متميزة لإعداد هذه المشاريع، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح للإسهام في دفع عجلة التقدم بالمملكة. We'll be right back.
اليوم الأخير لملتقى جائزة الشيخ خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزة أزاح الستار عن طبيعة الهدف القريب الذي أنشئت خصيصا من أجل إمضائه ورؤية نتائجه على أرض الواقع العلمي والعملي بشكل يلمس عوائده الإيجابية من لازمهم التضلع والبراعة في ابتكار مشاريع ذات نوعية تخدم مجالات الحياة المتنوعة. المشاريع تحمل إبداعات طلابية، تحمل أيضا حلول مقترحة ممكن تطويرها والاستفادة منها، فأشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا الملتقى، ونأمل إن شاء الله أن تكون فرصة كبيرة جدا إلى الأمام أيضا لأبنائنا الذين قدموا مشاريع متميزة. وحقيقة هذه الجائزة كانت وما زالت وتزداد يوما بعد يوم تحفيزا لطلابنا، وأشعلت حقيقة المنافسة الطيبة بين الطلاب للفوز بالجائزة. أساليب منطقية تعي جيدا ماهية السبل التي يتم من خلالها دعم أوجه الإبداع المتلألئة في سماء كل طالب مجتهد ينظر إلى عمله من زوايا مختلفة. أتكلم عن واحدة من هذه الأدوات اللي مرتبطة بهذا الحدث الكبير. حقيقة احنا إذا أردنا أن نبدأ نستثمر في الطلبة وإبداعاتهم أن نطلق لهم مثل هذه المبادرة التي تحمل حقيقة اسم لامع ومحفز للطالب بأن يبذل ما قصارى جهده لإخراج ما في جعبته من عمل يعني متميز. كل إنسان مهما حاوطته المحيطات من كل جانب لابد وأن يحمل في داخله تباشير الإصرار الذاتي التي تمهد له الطريق نحو ممارسة عصيان فكري يرفض فكرة الخنوع لمجمل الحواجز التي قد تعترض سبيله نحو الإنجاز. الإعلامي خالد الشاعر كانت له مداخلة دارت حول ضرورة خوض التجارب مهما كان طريقها وعرا. عرض مثل هذه القصص اللي فيها صبر اللي فيها تصميم ممكن ان هي تعطيك مثل ما نقول احنا الويك اب كول، او هاي ان انت تصحى ان يا جماعه ترى ما في شيء بالساهل، لازم تتعب. اذا انت ما تعبت الحين بتتعب متى؟ لما تكبر. فبالتالي التصميم على الشيء يجيب لك. لحظه الاعلان عن هويه الفائزين بالجوائز قد حانت، وحاله من الترقب كانت قد سكنت من ذهبوا بمشاريعهم الى المقدمه عبر تفوقهم الذي ساعدهم على حصد المراتب المتقدمة في جائزة الشيخ خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزة. إن شاء الله نستغل هذه الجائزة تفيدنا في فرص عملية. هو في فعل بالفعل في تطوير للمشروع، وإحنا شغالين عليه بالتعاون مع جي بي آي سي ودكاترة القسم. طبعا ما نقدرش ننسى فضلهم الكبير علينا دكتور شاكر وبروفيسور الأمين الكنزي، وإن شاء الله في خطة إنه ننشر ساينتيفيك بيبر بالنتائج اللي إحنا توصلناها، وإن شاء الله نقدم اللي إحنا عملناه في جي بي آي سي. لا طايف السماء. يعني تعطيني دافع اكبر اني مثل ما قلت اني اواصل، وفي خطه بلان عندي فيوتشر بروجكت يعني. لنصنع الابتكار عنوان حمل صيغه الجمع في لغته، وهو بذلك يؤكد على عمق المسؤوليه المجتمعيه في تحقيق مبدا التشاركيه لانجاز المطلوب. جائزه خالد بن حمد لمشاريع التخرج المتميزه وعبر يومها الاخير تثبت من جديد قدرتها على احتضان من يبدعون وبماذا أبدعوا، لتكون بمثابة شرفة يطل من خلالها كل متميز أو عز إلى عقله أن يفكر بأسلوب مختلف ليخرج بنتاج معرفي يشار إليه بعظيم البنان. لتلفزيون البحرين، محمد رشيده.